بحضور فعالية جمعوية واقتصادية تم مساء أمس السبت 30 أكتوبر الجاري تنظيم لقاء تواصلي بين أيت فراوت من أجل تأسيس جمعية رياضية تهتم بشتى أنواع الرياضات خاصة لشباب مدينة تفراوت. وفي حديثنا مع السيد علي المنصور بالله الرئيس الشرفي للجمعية الذي قال لميكروفون تحقيق 24 أننا ننتظر من حضور الكريم وخاصة الجمعيات والفعاليات الاقتصادية المساهمة والتعاون والاهتمام بالجانب الرياضي. جمعية إيكال هدف نص نشكرية ديت جمعية لجنة غفوس غفوس أرتيس سمون البراعيم ومن ألف نشكر لقاءات رياضية يعني كل مرة في الأسبوع ولا هذا من بعد من الإخوان علاش لا أدور نشكر كل الجمعية باش يعني قانونية جميع قانونية باش ممكننا ناخذ شويه ديال الدعم عند الدوله على الاقل بعدا يعني الملاعب باش قدرنا نتصور ونتخلص ديال الملاعب فابور. وكان الجمعيه اللي تنسكر قلت نسكر الجمعيه خاصه لكره القدم باش لقيت جمعيات جميع الرياضيه يعني كلها ديال كره اليد كره السله كره القدم الالعاب القوى يعني نبدا الشباب ديالنا الضال البيضاء الشباب اللي نضل البيضاء على يتومن يعني تفروت نبدا تسنا نتكون من بعد كنا مقورن شي شويه كنا قالنا السينور دولين هذا نسكن الفريق مقورن من بعد الجمعيه راه تسكر عده الانشطه تفروت ضروري ان شاء الله يعني في القريب العاجل انسكر ين ين ين, ين يعني سومي ماراثون يعني واحد نصف ماراثون الدولي ان شاء الله نقدر نضبو في تفراوت من بعد ان شاء الله نشوفوا المقابله ديال كره القدم يعني بحال تورنوات ولا بحال يعني هذا باش الشباب من تفراوت اثنين اللي عنده شي امكانيات باش يدخل حتى هو يلعب في هذا الشيء كلنا فاعلين جمعويين لقيت تسريرت يعني ايتومانوز ايدوس ملال يعني العدد تهالا العدد المناطق تفراوت نكري الجمعيه ولا نسمي الجمعيه تامن جمعيه امن تفراوت يعني باش تسمونا تفراوت كامله. وهاد الجمعيات كنتسناو منهم ان شاء الله تعاون يعني في المثل تبادل الخبرات نلعبوا معهم المقابلات يعني هذا. ولكن انا على ما ظهر لي في الجامع العام ديال المغسد يعني تقريبا ان شاء الله كلهم وعدونا ان شاء الله باش 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 غادي نتعاون في المجال الرياضي بصفه عامه المنطقه اللي تيغان تفراوت